فندم مع حضرتك. اهلا وسهلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي ممكن اسال سؤال في الحج يعني حصل معايا؟ اتفضلي. طبعا. بصي فضيلة الشيخ، انا حجيت وكان عندي حوالي كام سنه، 57 سنه تقريبا او 58 سنه، وخدت معايا والدتي ست كبيره عندها فوق ال80 على كرسي طبي. ولما رحت الحج طفت بيها من فوق، لان كانت تعليمات السعوديه ان اللي قاعدين على كراسي اللي هي الطبيه دي بالعجل يقفوا طابور معين او يطلعوا فوق بنظام معين، ما كانش مسموح نطوف حول الكعبه من الدور الارضي، تمام. فطفت من فوق وعملت المناسك طواف القدوم وطواف الافاضه من فوق وطواف الوداع من فوق، وجيت عند الحجر الاسعد رفعت بايدي بس كده، لكن لم اتعلق، وشفت الكعبه من فوق لكن لم اتعلق بأفكار الكعبة، وما شفتش الكعبة من تحت من الدور الأرضي، وشفت الكعبة يعني تقريبا انا فاهم طيب كويس. العنوان الرئيسي في السؤال. اتفضل. هو احنا ساعات يعني انا كشاب ساعات في الزحمه ما اعرفش اطوف من تحت، من كتر فبضطر من ان شده اطلع الزحام. من شده الزحمه، فساعات نطلع من فوق مع ان احنا مثلا معيش حد وانا لوحدي مثلا، فالطواف من تحت زي الطواف من فوق، خاصه في اوقات الزحام. هو الاقتراب من الكعبه له فضل كبير وليه جدا متعه طبعا، وله متعه تانيه، لكن في الزحام الدنيا بتختلف، خاصه انه في موسم الحج بيبقى الملايين دي كلها بتعمل نفس المناسك في نفس في التوقيت نفس الوقت. في نفس الوقت، فده بيسبب زحام شديد جدا. الشاهد عندي ان يوم القيامه الكعبه المشرفه، احنا عارفين انه من العلامات الصغرى للساعه هدم الكعبه. ايوه. وهدم الكعبه معناها رفع الكعبة إلى السماوات العلى، يعني لما هتهدم في آخر الزمان مش هتفضل الحجارة بتاعتها. فتأتي يوم القيامة أحجار الكعبة لها عين ولسان يشهد لمن طاف به الحجر بتاع الكعبة، وبالتحديد الحجر الأسود يأتي له عينان ولسان يشهد لمن استلمه أو أشار إليه أو مر به، فهي سواء كان الطواف من تحت أو من أو فوق، من فوق مفيش مشكلة عندي خالص، وطوافها صحيح وسليم، حجها إن شاء الله، إن شاء الله مقبول، ربنا يتقبل يا رب.